إجراءات السلامة والصحة المهنية لدى شركة جيزا مصر ليست مجموعة من الإرشادات والنصائح، وإنما تعليمات واضحة وضعت للحفاظ على حياتنا وتوفير بيئة عمل آمنة، لذلك من الضروري اتباعها وتنفيذها دون تهاون. تضع شركة جيزا مصر للنقل والتوزيع قواعد السلامة والصحة المهنية والبيئة على رأس أولوياتها، خاصة في مواقع الإنشاءات، وتقع مسؤولية تنفيذ قواعد السلامة على كل من المقاول، صاحب العمل، مراقب السلامة. هناك واجبات من الضروري أن يقوم بها مراقب السلامة داخل الموقع، حيث يجب تأمين حراسة مستمرة وتنفيذ توجيهات الدفاع المدني الوقائية، أيضاً تنظيم عملية إخلاء الموقع في حالات الطوارئ ومراعاة منع التدخين ومصادر الاشتعال بالموقع، وضرورة وضع لوحات إرشادية للأماكن الخطرة والإشراف على صيانة معدات الإطفاء. عمليات الرفع تعد من العمليات ذات الخطورة الكبيرة، لذلك يجب مراعاة التعليمات الخاصة، وهي عدم دخول أي منطقة محاطة بأشرطة تحذير، عدم المرور تحت أي حمل مرفوع، عدم الركوب فوق أي أحمال، ضرورة ارتكاز الأوناش على طبالي صلب بعرض وسمك مناسبين. يجب أن يكون الونش على مسافة تبعد مرة ونصف من مقدار أقرب حفر، كذلك يجب أن يبعد بوم الونش مسافة لا تقل عن 3.5 أمتار من أقرب خط كهرباء. تجنب الحمل الزائد، مراجعة أجهزة السلامة بالمعدات قبل بداية العمل. هناك شروط للسلامة يجب توافرها عند استخدام الروافع وملحقاتها: أن تكون مرخصة للعمل ومجهزة بوسائل الأمان، احتواؤها على لوحات إرشادية للتشغيل والصيانة باللغة العربية، تزود أذرع ومقابض تشغيل الرافعة بوسائل القفل، تثبيت الروافع بالركائز المخصصة للتأكد من استقرارها، وضوح الرؤية للسائق لكي يتحكم في تشغيل وسير الرافعة أو توفير مساعد له، عمل مكابح فرامل أوتوماتيكية عند توقف الرافعة عن العمل، الالتزام بوزن الحمولة المصرح به، حماية الأشخاص داخل قفص الرافعة بأبواب لا تفتح إلا من الداخل وعند توقفها، تأهيل الأشخاص المستخدمين لمعدات السحب والرفع. وبذلك نكون تعرفنا على بعض إجراءات الأمان والسلامة داخل مواقع العمل التابعة لشركة جيزا مصر. نتمنى لكم السلامة دائماً.